من ضمن المسائل المحيرة جداً لما حد مننا يفتح القرآن يلاقي آية ويلاقي حديث عكسها فيقول إيه ده؟ لا طبعاً ناخد كلام ربنا، كلام ربنا، ويحس إن في تناقض في القرآن والسنة. والحقيقة إن الشغل ده في فك التناقض اللي في عقول القارئين ما بين القرآن والسنة اتعمل عليه شغل من 1400 سنة، بلاش 1400، من 1200 سنة، من ساعة ما بدأ العلماء يشرحوا لطلبة العلم لما تشوف نص في القرآن ونص في السنة الاتنين مصدرهم ربنا، وحي من ربنا سبحانه وتعالى، مش ممكن يكون اللي بيوحي واحد وكلامه يبقى متناقض مع بعض سبحانه وتعالى. وبعدين خرج العلماء في الآخر قاعدة أن التناقض ما بين القرآن والسنة بيبقى تناقض في عقل القارئ، محتاج يروح للعالم يسأله. وهو ده يا جماعة اللي أنا بلوم بعض أصدقائي عليه، إنك أنت لو لقيت واحد مش طبيب طلع بيقول ما فيش مرض اسمه الكوليرا، مش مرض موجود كده، تقول له تصدق عندك حق، كلامك منطقي، ولا تروح للطبيب؟ يمكن يكون الأطباء سمعوا الانتقاد ده من زمان وردوا عليه من زمان، فالحيرة اللي أنت فيها تسكن وتهدأ من عند المتخصص. فالنهاردة تعالوا أقول لكم على ثلاث أشكال مشهورة لتناقض ما بين القرآن والسنة في ذهن القارئ. أنا عايز أطمنكم يا جماعة، إحنا ديننا اسند ظهرك وأنت مطمن. العلماء عملوا شغل كتير جدا، متعوب عليه جدا، بكتب تغطي الكرة الأرضية، بس روح للعالم يشرح لك. في حاجة يا جماعة وهكررها كتير اسمها منطوق النص، حاجة اسمها مفهوم النص. لما ربنا يقول في القرآن واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، اتكلم النبي عليه الصلاة والسلام وكل إنسان بعد كده، يعني ربنا قال للنبي هحطك في عينيا كده؟ طبعا اللي أنا بعمله ده طلبة العلم يستفزهم جدا. ليه؟ لأن منطوق النص فإنك بأعيننا ده تعبير في القرآن معناه أن ربنا هيعينه وهيحفظه. الحركة اللي أنا عملتها دي فيها كارثة في اللغة العربية، أن أنا مش فاهم لغة عربية، وكوارث اعتقادية في تشبيه الله عز وجل وتجسيد الله. لما ربنا سبحانه وتعالى يخلي مثلا في سورة سيدنا يوسف يقولوا إيه؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، هنروح نسأل الحصانة والحمير اللي كانوا راكبينها هو الناس دي جت منين مثلا؟ ولا ده مجاز أو كناية عن شيء معين؟ عن اسأل القرية يعني أهل القرية، والعير يعني الناس اللي كانت جاية معنا في القافلة. لما ربنا يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يبقى الناس الكفيفة في الدنيا تبقى كفيفة في الآخرة؟ ولا ده معنى العمى عن الحق؟ إذن في منطوق للنص وفي مفهوم ودلالة للنص. شايف الكلمة دي؟ واحدة واحدة بقى. مثلا أدي تناقضه هنفكه. ربنا بيقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وسيدنا النبي بيقول إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون لا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم بالسكينة. واحدة واحدة. النبي يقول ما تسعوش، وربنا في القرآن بيقول اسعوا إلى ذكر الله بالراحة. فالعلماء قالوا المقصود بالسعي في حديث النبي ما حدش يجي يجري، عارف انت الصلاة أقيمت فجأة يجري الله أكبر واركع كده وأنا بنهج، قال لا بالراحة في سكينة، فأنت في صلاة مدام نويت الصلاة. طب والقرآن بيقول اسعوا يعني اهتموا، روح ما انت بتشتري وتبيع سيبه، وأول ما الأذن يأذن تروح. فالسعي في القرآن كناية عن الاهتمام مش الجري اللي منهي عنه. فده هو منطوق النص غير مفهوم النص. الإشكال التالي، ربنا في القرآن بيقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، البنت اللي موتوها صغيرة عشان اتولدت بنت مش ولد دي مدفننها، ربنا يوم القيامة يقول لها مين اللي قتلك وذنبك إيه؟ وحديث في السنة بيقول الوائدة والموءودة في النار. إزاي سيدنا النبي يقول الطفلة دي في النار؟ قال لك ده حديث ضعيف بس خلاص، يبقى ده قرآن صحيح وده حديث لا يصح. واحنا بنقارن الصح بالضعيف؟ هو مش موجود الحديث ده أصلا. يبقى احنا النهاردة رجحناه ما بين سنة ضعيفة وقرآن صحيح، لا خلاص ناخد بالقرآن، أصلا الحديث لا يصح أصلا، لكن ما فيش تعارض ما بين القرآن والسنة الصحيحة. آخر واحدة بقى، آخر واحدة، ربنا بيقول في القرآن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغم، ما بنكبرش حد انه يبقى مسلم. وسيدنا النبي يقول امرت ان اقاتل الناس، حديث البخاري، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فالعلماء يقولوا الله، هو احنا بنقاتل الناس عشان يبقوا مؤمنين ولا مش بنكره حد؟ واحده واحده. اجمل حاجه ان الشغل ده كله اتعمل واتشرح من زمان وموجود عند العلماء، بس نرجع لهم يا جماعه.
في اللغة العربية حاجة اسمها العام الذي يراد به الخاص. يا جماعة الناس اللي عملت النسكافيه، ايه الناس اللي عملت النسكافيه؟ هو واحد عمل لي النسكافيه، بس انا بقول باللغة العربية الناس اللي نورت النور ده، هو واحد اللي نور النور. فانا كأني بقول الناس بس هو واحد. والقرآن نزل باللغة العرب. زمان في غزوة حمراء الأسد، نعيم بن مسعود راح للنبي وقال له انت هتحارب قريش، دول جايبين لك جيش كبير جدا. فنزل القرآن الذين قال لهم الناس، الناس دول نعيم بن مسعود واحد، إن الناس قد جمعوا لكم، الناس دول قريش، فاخشوهم فزادهم إيمانا. فساعات يقال عام مراد به الخاص، بيسموها واقعة العين وأسباب النزول. ده علم، اللي بيدور على القرآن والسنة يروح للعلماء يشرحوا له. فلما سيدنا النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس، العلماء سهل أوي، يعني أمرت أن أقاتل من يقاتلوني. فسروها إزاي؟ أصل ربنا قال في القرآن اللي هو جنب السنة، قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فسيدنا النبي في وقعة معينة كان في معتدي عليه، فسيدنا النبي قال لهم هنقاتل من يقاتلنا حتى يسلموا. عشان كده لما سيدنا عبد الله بن الزبير، أتمنى أكون فاكر اسم الصحابي صح، لما كان بيحارب واحد في غزوة ما بين مشركين ومؤمنين، والراجل وقع على الأرض، جه يقتله أمله لا إله إلا الله فقتله. فسيدنا النبي قال له أقتلته بعد أن قالها؟ قال له سيدنا النبي ده بيقولها تقية. قال له وماذا ستفعل بلا إله إلا الله؟ ما هو جاي يحاربك وهو مشرك عشان يردك عن دينك، بس أسلم في وسط الحرب، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، فلو شهد خلاص ده معتدي. يبقى معنى أمرت أن أقاتل الناس يعني أمرت أن أقاتل من يقاتلني دفاعا عن النفس، لأن هو مش مؤمن وجاي يردني عن ديني، فلازم أدافع عن نفسي. شايف الشرح اللي أخذ دقيقة ولا دقيقتين ده؟ كل التعارض اللي في القرآن والسنة كده بالراحة خالص. العام يراد به الخاص، ده حديث ضعيف ودي آية صحيحة، مش هناخد الحديث، وده منطق النص وده مفهوم النص. شايف المصطلحات دي؟ هم يعرفوها العلماء. عشان كده لما تهزش لما بشوف الكلام ده في التلفزيون، واحد طالع ينتقد السنة، لأن عندي مصادري، فارجع للمصادر الصحيحة ولا حائر هيفضل حيران.